Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لك إلا ما أمرتني ربي ربكم وكنت عليهم شهيدا فأذكرهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا أهلنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا في الأرض ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه
نفسه الرحمة لا يجب عينهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فهو في السماوات والأرض وهو المطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أفضل من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني إن أخاف إن أخاف ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر وهو الحكيم القدير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين هديناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشركون ولو تراهم يصرفوا على الناس فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل
ولو رحتوا لعبوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو قرروا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم فلا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يبدلونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كفر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفرا في الأرض سلما في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فقالوا لولا أرسل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا هو أمثالكم ما فرق هذا الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله وقتلتم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فارجع بالقلوب الذين ظلموا عليهم فلا هم يحسبون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم عذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول
تتبع إلا ما يوحى إليك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تكونوا للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما بحسابك عليهم من شيء فتقرضهم فتكون من الصالحين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء أليس الله بأعلم الشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل ولكم إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعبدون به إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو خير الفاسدين قل لو أن عندي ما تستعبدون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم به نهاركم ثم يبعثكم فيه
أنبئكم بما كنتم تعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورد الله يفوق عباده ويرسل عليهم حفظا حتى إذا جاء وهم لا يفرقون هم ينظرون إلى الله وما هم بالحق ألا لهم حق الله وأشرع الفاسدين. قل من يمر الجنة منهما في البر بالحق تدعونه تمطعا وخفيا من أنجى لكم هذه الشهادة إلا من عند الشاكرين. قل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا بل نرد على أعقابنا فمن هدانا الله فالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عليم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكا في السماوات والأرض وليكن من المؤمنين. فلما جئنا عليه الجرعان فما قال هذا ربي فلما دخل قال لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر قاسما قال هذا ربي فلما دخل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. فلما رأى الشمس باسرة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما دخل قال يا قومي إنما مشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه بلغه قال قل أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخاف لنا إنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأيوا الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل قبل ذريته داود ورسول بنى أيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ويهوذا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها كل سبيل كبير أولئك الذين هدى الله فبهداه فقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل بل أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراصنة تبدونها وتخفون كثيرا تعلمون ما لم تعلمون أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذكروا في خلقهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه فجئتم بضعون القرى حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أرسل الله من ترى إذ في غمرات الموت فالملائكة باسطوا أيديهم فاخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق فارجوكم وارجوكم عن آياته فاستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا وتركتم ما خلف لكم وراء ظهوركم وما رفعكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله فاتح الحق والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فاتح
إلا بفضلي فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج لهم نبات كل شيء فأخرج لهم قرطا يخرج منه حبا متراكبا ومن الأرض يطعمه أموال متهية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن فخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم خصائص من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ويتسقوا الذين يدعون من دون الله فيسقوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لتؤمنن بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما نؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا مما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي قولهم إلى قوم شكرهم كفورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليروه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله نبتغي حكمه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المفترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ما يبدل كلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تكفروا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا تضطرتم إليه. وإن كثيرا ليكونون بأموالهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ما غلب الإثم وباطنا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يختلفون. فلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليعطون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سمع الله لمن حمده. فمن يريد الإيمان أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد
السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعلمون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قال الله فقط خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الصالحين بعضا بما كانوا يكسبون سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني الرحمن إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
يشركون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم وكانوا يكفرون بل يبس عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون فقالوا هذه أنعام وحكم عيون لا يفعلها إلا من مشى بزعمهم فأنعام وأنعام محرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لبطوننا ومحرم على أسفلنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم نصرهم إنه حكيم عليم قد وصف الذين قتلوا أولادهم سماء بغير علم وحرمها وزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الذي أنشا جنات معروشة وغير معروشة والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا ثم للشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البعض اثنين قل هذا ذكرني حرم أم الأنثيين مما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الضأن اثنين ومن البعض اثنين قل هذا ذكرني حرم أم الأنثيين مما اشتملت عليه أرحابكم الثنين أم كنتم شهداء فاصفحوا الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسة غافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الله سمع الله من حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يؤمن الذين كفروا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
فالسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب وزرته مثل الله ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك